أزمنة الأفعال ثلاثة: ماض مضارع وأمر. أزمنة الأفعال ثلاثة: ماض مضارع وأمر. ماض مضى مضارع يمضي، أمرا امضي هذا أمر. ماض مضى مضارع يمضي، أمرا امضي هذا أمر. دلال: نعم هيا. هل تعرفين أزمنة الأفعال؟ نعم أعرفها، فهي من الدروس السهلة. تستطيعين ذكر هذه الأزمان يا هيا؟ نعم يا دلال، ففي زمن الماضي تقولين قال، سمعوا، تعلما، خرجت. وفي زمن المضارع تقولين يعمل، يلعبون، يتحدثان، تقول. وفي زمن الأمر تقولين انظر، اسمعوا، اذكرا، اعملي. أشكرك يا هيا، فقد تعلمت منك أزمنة الأفعال.